من اكثر الحاجات اللي متفق جدا فيها مع الدكتور ممدوح نصر الله بخصوص ارسنال، ان ارسنال بيعشمك ان هو يعمل نتائج ايجابيه، وعشمك ان هو ياخد ربع ويوصل دوري ابطال اوروبا، ففجاه تلاقي نفسك صدقت الحلم، ففجاه ارسنال يجي يسحب منك الحلم ده ويقول لك معلش احنا هنلعب اوروبا ليج. هو ايه ايه يا جماعه، ارسنال ماشي كويس وكان متاجل له ماتشين، لعب النهارده قدام كريستال بالاس، المفروض ان هو يستغل تعثر المنافسين على المركز الرابع، وما يفرقش معاه موضوع ان توتنهام بيزحف من تحت، ده ارسنال عنده ماتشين متاجلين يا جماعه. بس للاسف الشديد ارسنال واجه خصم محترم جدا زي كريستال بالاس. كريستال بالاس باتريك فييرا، الموضوع مختلف تماما عن كريستال بالاس روي هوتسون. باتريك فييرا عامل شغل محترم جدا مع فرقه كريستال بالاس، الاضافات اللي ضافها باتريك فييرا للفرقه اضافات محترمه جدا، سواء مايكل اوليز سواء لعيب زي جالاجر، دول اضافتين مهمتين جدا طبعا بجانب ايزاك، بجانب التالق الغير طبيعي اللي كان موجود عليه لعيب النهارده زي ويلفريد زاه. ويلفريد زاه النهارده حرفيا عمل كل حاجه في الملعب، غير سوء الحظ برضه، سوء الحظ برضه، اول 16 دقيقه ارسنال مش شايف قدامه، بيروح عليه كره يتم تسجيلها هدف عن طريق جان ميتيتا، بسم الله ما شاء الله. نسكت بقى بعد كده؟ لا، جوردان ايو بيسجل الهدف الثاني، ده الكلام ده كله في الدقيقة 16 والدقيقة 24، وارسنال تبص على نص ملعبه تلاقي بسم الله ما شاء الله ال 4 2 3 1 اللي ارسنال بيلعبها، اوديجارد تايه، تشاكا تايه، توماس بارتي بيقدم واحده من اسوء مبارياته، سميث راو ضايع تماما، لان الناحيه اللي هو كان بيلعب فيها كان فيها جوردان ايو وتحتيه جالاجر، فالموضوع كان صعب جدا عليه ان هو يشتغل في حته فيها جوردان ايو وكونر جالاجر، فالدنيا بالنسبه له كانت ضايعه تماما الناحيه دي، الناحيه دي كان واكلها تماما لعيبه كريستال بالاس. والناحيه الثانيه ويلفريد زاها كان موقف بياكو ساكا، وكان مجبر بياكو ساكا ان هو يرجع يدافع هو طبعا جيفري، عملوا مباراه ممتازه نص ملعب جيفري كونر، لعيب زي شاخو كويتيه عملوا مباراه ممتازه، بجانب طبعا المساك جوكيم اندرسون، جوكيم اندرسون اللي عمل 2 اسيست، اسيست الهدف الاول لماتيتا وعمل الهدف الثاني للعيب زي جوردان اي، بسم الله المساك عمل اسيستين، يعني ما حصلتش من مارتن اوديجارد، يعني انا جاي اتفرج على اوديجارد بقى وبسمع كلام عنه ان هو الفتره الاخيره شبح مع ارسنال وبسم الله ما شاء الله مكسر الدنيا وخلاص، يعني جالك انجلترا مايكل اوديجارد جالك بقى. وبرضه سمعت كلام قبل الماتش حوالين ان سميث راو بيتقارن ببدري، دي مقارنه كانت سخيفه جدا على ملتقى ارسنال، بس صراحه استغربت جدا منها، وبص على سميث راو لقيته زي ما قلت لك الناحيه بتاعته كانت ضايعه تماما، اللي هو جمهور ارسنال اتعشم قوي في لعيبته، وجه لان في مشكله، مشكله غياب كيرن تيرني ووجود لعيب زي تافاريز، وطبعا سيدريك سواريز اللي بيلعب عشان توماسيو مصاب بقى لفتره طويله، بين وايت وجابريال ماجاليس، وجابريال ماجاليس من المدافعين اللي ممكن ماتش يبقى احسن مدافع في الملعب واحسن واحد في الفرقه، وماتش تاني ما بيكونش شايف قدامه، اللي هو بسم الله ما شاء الله لعيبه ارسنال عندها حته عدم الاستمراريه دي بطريقه غير طبيعيه، ففرقه صعب انك تقعد تراهن عليها على المدى البعيد، لان ارسنال ممكن يقدم لك مباراه ممتازه، بياكو ساكا بيقدم ابداع، مارتينيلي بيقدم ابداع، اوديجارد بيقدم ابداع، الماتش اللي بعديه الناس دي كلها تايهه، الناس دي كلها مش شايفه قدامها، ده غير طبعا باكج الحظ السيء وباكج الحكام. يعني بتلعب قدام فرقه محترمه زي كريستال بالاس، او بتلعب قدام مدرب محترم زي باتريك فيرا، قافل لك الاطراف، قافل لك نطق قوتك، وسايب العمق اللي هو برده كان قوي فيه بلعيب زي شيخو كوياتيه وكونور ولعيب زي جيفري، يعني عندك مدرب ممتاز بيلعب ضدك، فرقه محترمه على ملعبها بتلعب ضدك، حظ سيء بيلعب ضدك، قرارات تحكيميه غبيه بتلعب ضدك، كل حاجه في يوم ارسنال السيء كلها بتبقى رايحه ضده، بسم الله ما شاء الله. يعني ارسنال حتى تبص بعد المباراه، طب ده ماتش وعدى يا جماعه، هتلاقي ان لا ارسنال عنده تشيلسي وعنده مانشستر يونايتد وعنده ويست هام وعنده ايفرتون الماتشات الجايه، اللي هو انا ايه اللي جت متفرج على ارسنال؟ ما كنت سايب الفرقه بقى لي فتره، كنت بتفرج عليها من بعيد وما كنتش بطلع اتكلم عليها، وكان عاجبني جدا الفرقه بتكسب، بس بصراحه دلوقتي كان نفسي ان الفرقه تكسب واطلع اتكلم عليها، بس للاسف الشديد الفرقه قدمت اداء سيء واستحقت الخساره. يا راجل ده لقطه الهدف الثالث لوحدها تشل اللي ما يتشلش، يعني ويلفريد زاها واخد الكره وطاير بيها وعمال يعدي واحد والثاني والثالث، وراح اوديجارد عطله مقص حراميه في منطقه الجزاء، تعمل ايه ده؟ الله اعلم. بيخش ازاي بيسجل الهدف الثالث؟ وكل ده ولاعيبه ارسنال عماله تشوت تجي في العارضه، لعيبه ارسنال بتحاول تشوت مفيش كره ممكن تتحسب ضربه جزاء عادي، لاكازيت ما تتحسبش، باكج كله بقى على بعض، يعني كل حاجه على بعض بتلاقيها موجوده في ارسنال. فالله يكون في عون المشجعين، والله العظيم الله يكون في عون الناس، الناس دي بتتعب جدا مع الفرقه دي والله. مش عارف النهارده يا ريتني ما اتفرجت على ارسنال، ولا ما كان الفرقه بتكسب، ايه اللي جابنا اتفرج عليهم؟ انا احس وخلاص. مش عارف والله.
انا قلت لك اعمل لايك ابقى محترم صح، بس انا سايب الفيديو ليك، اعمل لايك لو عجبك، اعمل سبسكرايب لو عجبك، اعمل ديسلايك واشتم في الكومنتات لو ما عجبكش، اعمل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه تعمل حاجه.